قليل عشان نتابع ايضا تداعيات هذه المباراه مع الناقد الرياضي الاستاذ عاطف الاحمدي. استاذ عاطف، اولا مساء الخير. مساء النور استاذ احمد، تحيه طيبه لك ولجميع المشاهدين الكرام. الزمالك بينتصر على الانديه السعوديه، انتصر مقابله على الهلال على الاتفاق، واليوم الزمالك بيخسر المباراه امام الشباب السعودي. ما الذي جرى في هذه المباراه؟ تابعت هذه المباراه ازاي؟ والله شوف اليوم التكوين والتنافسيه مختلفه تماما عن ما كان سابقا. مستوى الانديه السعوديه، نعم، اليوم الكره السعوديه بتعيش وضع مختلف، وضع متطور. يمكن الدوله حفظها الله بتقدم دعم كبير وغير مسبوق للرياضه بشكل عام، للكره السعوديه والرياضه بشكل عام في السعوديه وكره القدم تحديدا. يمكن استاذ احمد، انا كنت معك في مداخله بعد تعاقد نادي النصر مع كريستيانو رونالدو، صح، وتكلمنا عن هذا التعاقد، وقلت لك ان الموسم المقبل حيكون موسم تعاقدات مغاير، مظبوط، على مستوى الكره السعوديه، لانه هذا هدف واستراتيجيه واضحه في وزاره الرياضه. نعم. الانديه السعوديه بعيدا عن التنافسيه داخل الملعب، التكوين حيكون مختلف، وحيكون في جاب كبير ما بين الانديه السعوديه وما بين الانديه العربيه بشكل عام بسبب الفروقات في جوده اللاعبين. يمكن نادي الزمالك قدم مباراه كبيره بامانه في في المباراه الاولى، الشوط الثاني كمان كان هايل، وحتى اليوم الزمالك قدم مباراه كبيره، لكن يختلف الوقت. اليوم الزمالك لسه دوب منتهي من الدوري بعكس نادي الشباب اللي بادئ عمليه الاعداد للموسم المقبل. يمكن الزمالك ما مو في افضل تكوين الفترة الحالية، لا حد ينكر ان الزمالك ركن من اركان الكرة العربية ليس الكرة المصرية، فريق صاحب شخصية بطل. يعني اي مشاركة يكون موجود فيها الزمالك دائما اول الترشيحات تكون لنادي الزمالك او الاندية المصرية بشكل عام. انا اتكلم حتى على الاهلي تحديدا، نعم، البطولة خسرت اعتذار النادي الاهلي عن المشاركة. بشكل عام استاذ احمد، البطولة قوية، بدأت من اول مبارياتها يمكن الجميع كان يتوقع ان صحت تحت البطولة وتحمى التنافسية إلا بعد جولتين ثلاثة أو في ربع النهائي أو نصف النهائي، لكن لاحظنا في بداية البطولة بأمانة مباريات نهائيات. تكلم عن الاتحاد السعودي والترجي التونسي، كانت مباراة جدا قوية حتى في نهائي البطولة. اليوم تتكلم على الشباب وعلى الزمالك، أعتقد إنه الزمالك حيكون وضعه شوية صعب في هذه المجموعة، خصوصا بعد خسارة اليوم، لانه حيواجه النصر في المباراه الثالثه. ممكن يفوز على النصر، ايه المشكله يعني؟ ممكن يعني كريستيانو في النصر، الزمالك عنده شيكابالا، ايه المشكله يعني؟ شيكابالا لاعب كبير، وارد ولا مش وارد؟ لكن احنا نتكلم وارد بالتاكيد، لكن احنا نتكلم على ظروف مباريات. اليوم نتكلم على النصر، اليوم بامانه الاسماء اللي اضيفت مؤخرا سواء فوفانا او اللي سجل ضربه الجزاء، مش كده؟ اسماء كبيره، اسماء كبيره اللي موجوده في نادي النصر، يمكن بتكوين مختلف، رؤيه فنيه مع انتقال كاسبر بامانه قاعد يقدم مستويات كبيره في فتره الاعداد. يمكن في البطوله اللي شارك فيها في اليابان تعادل مع باريس سان جيرمان، تعادل مع انتر ميلان. تخيل ان فريق يجي من اليابان الى الطائف مع اختلاف الساعه البوليفيه وبيتعادل مع فريق الشباب. اعتقد ان المجموعه هذه مجموعه حديديه بامانه. يمكن الفريقين اللي حيتاهلوا من هذه المجموعه تحديدا، مجموعه الزمالك والشباب والنصر والاتحاد المنسبيه، انا اتوقع انه حيوصل النهائي. تتوقع مين معلش يا استاذ عاطف؟ النهائي مين؟ اي فريق من المجموعه هذه، اي فريقين حيتاهلوا من هذه المجموعه، سواء الشباب او النصر او الزمالك، اللي هم اقرب للان، هذه ثلاثه فرق الاقرب، طبعا عطفا على مباراه لسه باقي، مباراه النصر والاتحاد المنستيري اللي حتقام الساعه 10 حتوضح كثير من المعالم. اتوقع ان اللي حيتاهل من هذه المجموعه حيوصل النهائي. يعني يمكن هذه المجموعه ومجموعه الاتحاد يمكن اقوى مجموعتين في هذه البطوله. واضح البطولة يعني في منافسة شديدة، وبنشوف كمان نجوم دلوقتي بينضموا للدوري السعودي من مختلف الدوريات، يعني تخطفوا جبنا رياض محرز، عدد كبير من النجوم كمان موجودين النهارده في الدوري السعودي. وسادو ماني في النصر. نعم. يعني في ولسه القادم اجمل، لسه باقي اسماء. لسه كنت عارف فترة الميركاتو الصيفي ما انتهت، وكثير من الفرق لسه ناقصها بعض القطع الفنية، فأعتقد إنه لسه الأيام القادمة حبلى بكثير من المفاجآت
على مستوى التعاقدات. اليوم وصلنا استاد احمد، وهذا هذه مسخره ليس على مستوى الكره السعوديه، مسخره على مستوى الكره العربيه بشكل عام. انه هنالك انديه عربيه بعد استاد ريال مدريد وبرشلونه ومانشستر يونايتد وتشيلسي والانديه الكبيره في عمليه التعاقدات وفي عمليه العروض والانتقالات في المركات السعوديه. وهذا امر يعني بامانه مسخره ليس للكره السعوديه انما للكره العربيه بشكل عام. اليوم اللاعب لما تجي له عرض من نادي سعودي في البدايات في السابق كان ممكن يفكر، لكن نسبه الرفض كانت بشكل كبير. اليوم كثير من اللاعبين بدوا يتحدثوا مع وكلاء اعمالهم، يبغوا عروض من انديه سعوديه. يمكن وجود كريستيانو رونالدو الفتره الماضيه والحديث اللي كان يتكلم فيها عن المنافسه السعوديه وعن البيئه السعوديه وعن الاجواء في المملكه العربيه السعوديه اثرت بشكل كبير على قناعات كثير من اللاعبين. يمكن في السابق اللاعبين الكبار في السن هم اللي بيجوا، اليوم احنا نتكلم على معدل اعمار 24 25 من اللاعبين مرغوبين من انديه اوروبيه هم الان موجودين في الكره السعوديه. النهارده بنتكلم على حجم انفاق قد ايه لحد دلوقتي على التعاقدات الجديده؟ ممكن تتجاوز الى الان يمكن تتجاوز 650 مليون يورو تقريبا حتى هذه اللحظه، القيمه السوقيه للدوري السعودي حتى هذه اللحظه يمكن تتجاوز 650 مليون يورو، ولسه ما زال في عمليه تعاقدات. لسه ميركاتو الصيفي ما انتهى، انت عارف لسه عندنا احنا 16 نادي في الانديه السعوديه، يمكن او 18 نادي اسف. يمكن الان الانظار متوجهه من اربع الانديه الجماهيريه، الهلال، الاتحاد، النصر، اهلي، اللي موجودين تحت مظله صندوق الاستثمارات السعوديه. لكن برضه ترى حتى الانديه الاخرى خلاف الاربع الانديه هذه اللي هم ال 14 نادي الاخرين عندهم تعاقدات. اليوم تتكلم عن نادي الاتفاق بيدرب ومدرب كبير وعالم الانجليزي جيراد، اليوم شفنا اندرسون كابتن نادي ليفربول تعاقد مع نادي الاتفاق. تتكلم على موسى ديمبلي موجود على مستوى نادي الاتفاق، اسماء كبيره. لسه الاهلي ما خلص، الاهلي احنا في انتظار مفاجات النادي الاهلي، لكن هو خلص مع رياض محرز، خلص مع فيرمينو، خلص مع ماكسيمان. بنسمع عن اسماء كبيره قاعد يتفاوض معاها النادي الاهلي، ممكن قد تكون موجوده خلال الفتره القليله المقبله. نتكلم عن الهلال برضه قاعد يركز على بعض المهاجمين اللي موجودين في كبار الانديه في اوروبا. طيب استاذ عاطف، لو رجعنا لمباراه الزمالك، شفت ضربه الجزاء على الزمالك؟ هل ضربه جزاء مستحقه؟ يعني ضربه جزاء صحيحه بغض النظر عن اللاعب سجلها ازاي، لكن بتكلم على الضربه نفسها، هل هي ضربه جزاء للشباب صحيحه ولا الزمالك اتظلم فيها؟ والله شوف يا استاذ احمد، كره القدم يعني دائما هي يعني اول خلينا نتكلم على التحكيم غير مرضي للجميع. يعني انا اختلف معاك، انت تختلف معايا، كل واحد ممكن يقول هذه ضربه جزاء. اليوم مع وجود تقنيه الفار اعتقد انه نسبه الخطا قلت عن اول. نتكلم على مستوى الاخطاء التحكيميه. فاعتقد انه الحكم ما اصر هذه ضربه الجزاء الا بالتاكيد انه وصل لقناعه وبنسبه كبيره انها ضربه جزاء صحيحه. انا ما احب اتكلم في الامور التحكيميه، بس من وجهه نظري يعني انا اشوف انها ضربه جزاء. نعم. المباراه كانت مجهوده في امانه. شوف دائما المباريات اللي ما بين الماتشات اللي ما بين الانديه السعوديه والانديه المصريه دائما تكون قمه في الحماس، قمه في التنافسيه، دائما مشدوده، لانه التاريخ الكروي اللي ما بين الكره المصريه والكره السعوديه يفرض هذا الامر على مستوى التنافسيه. ايضا القرب اللي موجود ما بين المواطن المصري والمواطن السعودي، تواجدهم بشكل عام مع بعض، تحديات كره القدم، دائما هذه مخرجات المباريات حقتهم، دائما تكون ممتعه. مباريات الانديه السعوديه مع الانديه المصريه دائما ما تكون ممتعه. استاذ عاطف الاحمدي بشكرك وكل التحيه لحضرتك. نروح لملعب